البحث الثالث وهو البحث قبل الأخير من مؤتمرنا هذا هو بعنوان البناء الفكري والثقافي في تمييز القيادة المزيفة في عصر الإمام الحسن عليه السلام للشيخ حسين محسن التميمي. فليتفضل ندعوه لارتقاء المنصة. أهلا وسهلا بجناب الشيخ حسين محسن علي التميمي، طالب علم في الحوزة العلمية الشريفة، مرحلة البحث الخارج في مدرسة دار العلم الدينية التابعة للعتبة العباسية المقدسة. صفته باحث ومؤلف في مركز الدراسات والمراجعات العلمية التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة. للباحث عدد من المؤلفات القيمة والمؤهلات العلمية البارزة، حاصل على شهادة في إعداد القيادات الإدارية ومدرب وأستاذ في التنمية البشرية. له الكثير من المشاركات البحثية في مؤتمرات مختلفة. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد حبيب الله العالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السادة الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والأسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبتدأ حديثي بتقديم الشكر الجزيل إلى العتبة العباسية المقدسة وجامعة العميد، ونشكر كل من أقام وشارك وساهم في إنجاز هذا المؤتمر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى منه التوفيق للجميع. البحث البناء الفكري والثقافي في تمييز القيادة المزيفة في عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث كان هذا البحث على مبحثين. المبحث الأول، المطلب الأول، أهمية البناء الفكري عند الإمام الحسن، والمطلب الثاني، محاولات البناء الفكري المبتكرة في عهد الإمام الحسن عليه السلام. المبحث الثاني، المطلب الأول، المفهوم الإسلامي للقيادة ورؤية الإمام المجتبى عليه السلام، وكان المطلب الثاني توثيق الحقائق التاريخية والثقافية للقيادة المزيفة للأموية ومعاوية رضي الله عليهم. وكانت خلاصة ما تقدم في هذا البحث، لقد شهد التاريخ الإسلامي فترتين عصيبتين، إذ تعاقبت القيادة للدولة الأموية مع قيادة الإمام الصفد عليه السلام. تميزت هاتين الفترتين بالطابع الجهادي على الرغم من الصعوبة، وأضافت الفكرية والثقافية فريدة للإمام عليه السلام. تمثل القيادة المزيفة للدولة الأموية وخاصة معاوية نموذجا سلبيا للقيادة، تمتاز بانحرافها عن القيم الإسلامية الأصيلة واستبدالها بالمصالح الشخصية الوحشية. تسببت هذه القيادة في انحلال الأخلاق وانتشار الفساد في الأمة الإسلامية، وتجلى هذا في التعامل مع المجتمع وفرض القمع والظلم عليهم، مما بين الإمام عليه السلام في صلح للأمة القيادة الصادقة عن القيادة الحكيمة العادلة. تعد القدرة على التمييز القيادات المزيفة من الكفاءات الحاسمة التي أبرزها الإمام الحسن الزكي عليه السلام، وهو موقف يستلهم البصيرة العقلية الصافية والأساس العقائدي الراسخ، أن هذا التمييز ليس مجرد عملية تقويم ميكانيكي، وإنما هو عملية تفكرية متأصلة تنمي الإنسان وتهذبه، مانحة إياه القدرة على تشكيل هوية فريدة ومتميزة. يشتد التأكيد على ضرورة هذا، على ضرورة أن تظل العقيدة يقظة ولا تهادن، معلقة أهميتها على ركن المعرفة وعمق النظر الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم. من هذا المنطلق تجلت استراتيجية الإمام الحسن عليه السلام في بنيتها الفذة، بفهم عميق للأحداث وتوقعات مستقبلية محتملة مبشرة بمجتمع يسعى للحقيقة منزه عن الخداع والزيف. أن هذا النهج التمييزي الذي اتبعه الإمام المسموم
عليه السلام يعد بمثابة رؤية استشرافية لا تؤسس فقط للمعايير التقييم الجوهرية، بل تؤصل لأسلوب حياة قائم على الإصلاح والتحصين الفكري والروحي. بهذا المعنى فإن الإمام عليه السلام يعتبر مصدر إلهام لكل من يسعى لتبيان الحق من الباطل والعدل من الإجحاف، مشدداً على أهمية الوعي والتدبر كآلية لحفظ الفرد والمجتمع من أي التباس أو انحراف. استراتيجية القيادة والتعامل مع التحديات لم تكن قائمة على الواقع المحسوس وحسب، بل كانت ترتكز على استشراف مستقبل الأمة وتحسس نبضها وهواجسها، إذ يكون العمل ليس فقط لمعالجة آنية وإنما لصياغة المستقبل مستقر يحتضن العدالة والأخلاق. لذا كانت لبنات فكرة ومواقفه تمثل نموذجاً يحتذى به في بناء الذات القادر على الفصل بين الزيف والحقيقة بالاعتماد على معايير رصينة وأصيلة تتواءم مع قيم الدين السماوي ورؤية الشريعة الإسلامية. هذا التركيز على البعد المعرفي والتحليلي يجعل من سيرة الإمام عليه السلام منهجاً دراسياً قيماً ومرجعاً ثميناً للقيادات في كل زمان ومكان، ودعوة مستمرة لاتباع لتطوير القدرة النقدية والتحليلية للأحداث. في سنوات خلافة الإمام الحسن عليه السلام واجه المجتمع الإسلامي تحديات عدة على الصعيدين الفكري والثقافي. من بين هذه التحديات كانت ظاهرة تمييز القيادة المزيفة وتأثيرها على البناء الفكر والثقافة في المجتمع. تعد القيادة المزيفة ظاهرة سلبية تنشأ نتيجة ضعف الشخصية وعدم القدرة على القيادة الحقيقية. وفي عصر الإمام عليه السلام نلاحظ وجود عدد من الأشخاص الذين يدعون القيادة ولكنهم في الحقيقة ليس ذوي كفاءة وقدرة على القيادة. من هذه الأمثال عمر بن العاص ومعاوية وعبد الله بن الزبير وغيرهم. وتسبب هذه القيادة المزيفة في تأثير سلبي على البناء الفكري والثقافي في المجتمع، فعندما يتولى شخص غير مؤهل منصبا قياديا أكيدا ليس لديه أي قدرة على الرؤية الصحيحة ويقوم باتخاذ قرارات خاطئة وغير مدروسة، وهذا بدوره يؤثر على تنمية ونمو المجتمع بشكل سليم. وكذلك يمكن أن تؤدي القيادة المزيفة إلى نشر الجهل والتعصب والتحزب وضعف التفكير النقدي في المجتمع، فعندما يكون القائد غير قادر على تحليل وتقييم الأفكار والمواقف بشكل منصف وموضوعي فإنه ينتقل هذا النمط الرديء إلى الأفراد الآخرين ويؤثر على النمط التفكيري العام، وهذا ما كان عند معاوية. لذا يجب على المجتمع من ذلك الوقت إلى هذا اليوم السعي لتنمية القيادات الحقيقية ودعمها وتعزيز القدرات الفكرية والثقافية للأفراد من أجل مكافحة القيادة المزيفة وبناء مجتمع وجماعة مثقفة قادرة. الخاتمة. يتضح بشكل كبير أهمية التمييز بين القيادة الإصلاحية والقيادة الفاسدة في عصر الإمام المجتبى عليه السلام، فإن معرفة وحكمة الفرد تلعب دورا حاسما في عدم الوقوع بفخ الفتن ودعوات الضلال. فالإمام عليه السلام قد أرسى أسس قوية لاستشعار وتمييز الإنسان المؤمن الفطن بقدرته على التمييز والاحتراس من الشبهات والنقم والأفكار المضللة. أن البناء الفكري والثقافي يؤهلنا لفهم تفاصيل وأبعاد القيادة المزيفة والتعرف على سماتها السلبية، مما يساعدنا على تجنب سقوطنا في شراكها وتأثير سلبياتها. ولا بد من أن نواجه التحديات ونعمل على تعزيز الوعي الشخصي ورفع المستوى التعليم والمعرفة حتى نستطيع أن ندرك أننا قادرون على التمييز بين القيادة الحقيقية الذين يسعون للإصلاح والتقدم وبين القادة الفاسدين الذين يسعون للتسلط واستغلال الناس. علينا أيضا أن نمارس التمركز والحكمة في اتخاذ القرارات
حتى نضمن أن لا نقع في شباك الخداع والتلاعب السياسي. يجب علينا الإصغاء لنصائح المرجعية العظمى المتمثلة بسماحة آية الله السيد السيستاني حفظه الله، وعلينا أن نقرأ ونتعلم من التجارب الماضية حتى نتمكن مواجهة التحديات بثقة وصواب. بس أذكر النتائج بسيطة. ومن النتائج أن أولاً أن البناء الفكري الذي اعتمد عليه الإمام الحسن عليه السلام بالدرجة الأولى هو عملية التنمية العقلية التي تعطي قدرة للإنسان على التمييز وعدم الوقوع في الشبهة. ثانياً عملية التمييز التي أسسها الإمام عليه السلام هدفها عدم الرضوخ إلى القيادات الباطلة مستقبلاً، وكذلك عدم القبول بمشروع طمس الهوية الإنسانية الثقافية وتدنيس كرامتها والاستهانة بها. ثالثاً عند استعراض التاريخ يلاحظ المرء أن معاهدة الصلح التي قادها الإمام الصفد عليه السلام لم تنل نصيبها من التدقيق والبحث الدؤوب من جانب الكتب التاريخية. هناك استعراض سطحي وغير منهجي، غالباً ما يطبع الاستشهاد بهذا الموقف الفارق، ولا يخفى أن هناك غياباً للتحليل الوافي والدقيق لكل جوانب الاتفاقية، مما ينتج عن ديوع صيتها بطريقة مغلوطة وغير مطابقة للواقع بأكمله. رابعاً تتطلب فهم الاتفاقية المبرمة بصورة شمولية نهجاً بحثياً يتجاوز التحليلات العقائدية التقليدية التي تطرح في هذا السياق. تعنى هذه الدراسة بسد الثغرات التي عجت بها الأعمال السابقة، معولة على قاعدة من المصادر التاريخية الرئيسة، ومقاربة الموضوع من زوايا محايدة. وقد تم الاستناد إلى البحث التاريخي كركيزة يمكن من الاستيعاب المرن لوجهات النظر المتنوعة، وبشكل خاص تلك التي تتجاهل مسألة تصرف المعصوم عليه السلام وفق القرآن الكريم للإمام المجتبى عليه السلام. مصادر غير منحازة مذهبية قد تم الاعتماد عليها بهدف إحاطة الدراسة بالعدالة والحيار وتعزيز مستوى الشفافية في التحليل. آخر نقطة بس، كما من المرويات التاريخية المتعلقة بالإمام الزكي عليه السلام فإن توقيع معاهدة الصلح كانت فيها غايات أخرى جوهرية، منها الحفاظ على جوهر الإسلام نظراً لوجود مخططات كانت ترسم بخبث من قبل قوى معادية تتخذ من تشتت المسلمين وضعفهم فرصة للإطاحة بهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شكراً جزيلاً للباحث الكريم. حقيقة هذا الموضوع قد ينفتح على مداخلات واسعة، لكن أستميحكم عذراً وأكتفي بمداخلة أخذها لنفسي، أن هذا البحث جاء تنظيرياً بشكل واسع ولم يعطي مجالاً للمصاديق. تمنيت أن أجد مصادق ما تفضل به. أعتقد هذه مداخلة تكفي عن الأخوة. إن كانت هناك ملاحظة يعني تقول لا، بس البحث موجود تاريخي وأحداث لم أجدها في البحث. شكرا جزيلا لجنابكم، متفضلي. شكرا.